بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. في محله نعم. الأصل أن المسلم في الأول يخاف، نعم، فإذا أحسن الظن بربه يخشع القلب. ما معنى الخشوع؟ نعم، خشوع الاطمئنان، يعني يقال أرض خاشعة أي خضعت سكنت، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالأمرين، لأن الإنسان أولا يتذكر قدرة الله مع تقصير العبد، وبعد ذلك يتذكر رحمة الله به فيخفض جانب الخوف يرتفع جانب الرجاء، فإذا استوي هذا الإطمئنان. أما ما ذكره السائل وفقه الله عن قضية الأمن، نعم، فهو ذكر كيف أن الله يقول تطمئن القلوب، وأن يقول نعم جمع منه تطمئن القلوب، ما تشعر بالسكينة والتأييد والقدرة على الصبر، بمعنى أنها لو حرمت فذكرت الله صبرت، صبرت مع الرضا، هذا أعلى درجات الاطمئنان، مع العزم، وهذا يعين على الصبر. الأمن المقصود أنه الإنسان عياذا بالله يمشي في الأرض ويفسد وكأنه لم يأصل لها قط، هذا إذا وجد في النفس لا يمكن أن يأمن في الآخر. لكن الإنسان يعمل الصالحات وإن وقعت منه معصية استغفر خوفا من الله، فهذا لم يشعر بالأمن المرادف للأول، هذا سيطمئن في الآخر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم، هذا أمن أخروي، الأمن وهم.